فضل مولانا، فضل عبده، فضلوا اساتذه. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. انا جبت المأذون والشهود عشان نخلص الموضوع زي ما اتفقنا. مالك مستعجل قوي كده ليه؟ انا لسه عاوز اتكلم مع ساميه الاول. ما عادش بينا كلام، الكلام خلص. استهدي بالله يا ساميه، ما يبقاش قلبك اسود كده. ده انا عبده جوزك برضو، هانت عليك العشره للدرجه دي؟ عموما يا ستي هقولها لك تاني وتالت وعاشر، حقك عليا. انسى. مش هقولك عشان خاطر المره دي، عشان خاطر الواد اللي بينا. الواد ده هيتربى احسن لما يبعد عنك. يعني انت خلاص مصممه؟ ايوه مصممه. ولما طلقتنيش هفضحك في كل حته، وهقول عليك مدمن مخدرات، وهقول انك عايش عال على قفايا، وهفضحك في كل حته. ياه، هي حصلت للدرجه دي؟ طيب انت طالع يا ساميه.